كمان عندنا فيديو تاني بعد بقى الفوز في الملعب، ازاي كان الشعور وكان المشاعر اللي خارجه. وكمان يا اسامه بنشوف كمان النادي الاهلي لما بيخرج بره والمعلقين العرب ايه كم الحب ده، ده حقيقي. وايه كم الشعور، يمكن كلام ما بنسمعوش احيانا من البعض اللي ما بيحبش النادي وقلنا الاهلي الكلام هنا، ده حقيقي. لا بتسمعه بره. فده مهم نبني عليه ومهم جدا نروح ونشوف الفيديو ده. شد شعرك شد المصري جاي من الهند، شد شعرك شد الثالث جاي من الهند، شد شعرك شد. انا احب اقول كلمه نصيحه انسحبوا، نصيحه انسحبوا، محمد صلاح راح يلعب فيكم، انسحبوا انسحبوا. المنتخب المصري الله يوفقكم باذن الله، الرابع والثالث جاي باذن الله، ومصر لازم تاخذ كاس العالم والله. حياهم الله واعزمهم بالديوانيه والله، اعزمهم والله كابوك الطيب، كابوك الطيب والله، لو يجون والله لو اعزمهم ذبيحه والله، اقسم بالله والله العظيم والله. حي حي رازق. يعني القبلة دي من كل مصري لهؤلاء الأطفال. لا لا اسمها خشب. لا أنا ما يعني ما اسمهاش قبلة. اسمها أنت عامل ماجستير في في اللهجة الخليجية. ولكن مهم جدا يا جماعة نقول إن دي مشاهد بجد تأثير حاجات كتيرة جدا، ممكن يكون أقل من تأثير كرة القدم. كرة القدم يا جماعة في وقت، وإحنا هنا أسامة كلامنا عن منتخب الجزائر في أوقات كتيرة جدا في الفترة الماضية والمغرب، وكنا بنشوف التفاعل من خلال البرنامج وصفحة القناة على كلامنا هنا، قلنا اتعلمنا من دروس الماضي، اتعلمنا من درس أم درمان، اتعلمنا من حاجات كتيرة جدا احنا عمرنا ما هنكررها ولا نقع في الفخ ده، لان لا محتاجين نغير تفكيرنا. وكمان احنا معانا تويتات كتير جدا لتفاعل الاشقاء في الكويت مع منتخب مصر، ولكن يمكن ناخد بعضها، لان فعلا لو فضلنا على مدار وقت الحلقة مش هنخلص الكلام الايجابي اللي كان بيتقال. على اساس ان كبار وصغار يعني طبعا. احنا شفنا هنا الاطفال، فنشوف بقى اللي علموا الاطفال دول حب الشعب المصري وحب يعني الرياضة المصرية والحالة اللي احنا شفناها من الأطفال دول. فممكن نستعرض بعض التويتات يعني قليل من كثير من الشعب الكويتي دعما لمنتخب مصر والجمهور المصري في المدرجات. ده طبعا عبد الله عيسى بيقول ألف 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 مبروك فوز الفراعنة على منتخب بلجيكا 2-1 بجدارة واستحقاق، وصراحة الجمهور المصري الذواق ملح كل بطولة أو دورة، تعظيم سلام لأبناء النيل. معانا كمان حمد الرفاعي اللي قال الجمهور المصري من أكثر جماهير العالم حبا لمنتخبها على الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر، إلا أنه الملعب ممتلئ. ودي رسالة جماعة، وإحنا هنا اتكلمنا كتير جدا في حتة لما تحسوا بفترة الناس عندها مشاعر ما فيهاش الحماس تجاه المنتخب، ده عمره ما كان له علاقة بأن الناس يا جماعة بتبطل تحب المنتخب، ولكن الناس منتظرة أن هي تحس أن المنتخب فعلا على قدر تطلعاته. عندنا علي بيقول يستاهلون منتخب الفراعنة، لعبوا مباراة للتاريخ أمام منتخب قوي مثل بلجيكا، استمتعت بالملعب، ما في احلى من الجمهور المصري العاشق لفريقه دايما وابدا. الجمهور المصري زي ما قلت لكم بيضرب المثل لجماهير الكره العربيه بشكل عام. يمكن نختم بقى بتويته لو نقدر نجيبها، هي كانت في اخر التويتات اللي معانا، بيقول فيها ابو الجازي، لو مش موجوده احنا هنقراها لحد ما نقدر نحضرها. بيقول نغني زي ما غنى المصريين والله وعملوها الرجاله، الف مبروك لمصر، ألف مبروك للعرب، الفرحة من الكويت إلى مصر، ربنا يديم الأفراح. كل ده يا جماعة مباراة ودية، ولكن بصوا الناس إزاي بتتلكك عشان هي دي، يعني هي دي يا جماعة أنا شايف إن هي تستحق إن احنا نختم بيها الفقرة دي، وتشوفوها إن إزاي الناس بتتفنن وتبرع في كتابة المشاعر الإيجابية ومشاعر المحبة. يعني وصلنا رسالة نتمنى نفهم إن الرياضة زي ما بنقول تقدر تحقق اللي ما فيش حاجات كتيرة جدا تقدر تحققه.